عندي بيقول لي نوزل بيطلع ميه راسي بالشكل ده كده. تمام، هنا عند نقطة واحد وهنا رصد عند نقطة اتنين. طيب قال الارتفاع المية اللي طلعت ديت عند 4.5 متر، بيديني الديامتر عند نقطة واحد بتساوي 25 متر. تمام، طيب 25 2.5 سنتي. تمام، والفي واحد بتساوي 12 متر على الثانية. تمام، طيب لما المية هتطلع من تحت لفوق، تمام، ايه اللي هيحصل لها؟ ايه انها ايه؟ هتفتح. تمام، هيفتح النوزل بتاعها بالشكل ده كده. ماشي، عايز يعرف لما المية هتطلع تفتح كده بقى العرض بتاعها ايه؟ ده هيبقى عبارة عن ديامتر عند نقطة اتنين قيمته قد ايه. ماشي، فايند ايه بقى؟ دي اتنين. ماشي، طيب فايند دي اتنين. طيب أول حاجة هن apply Bernoulli equation ما بين نقطة واحد ونقطة اتنين. من واحد إلى إيه؟ اتنين. طيب دي واحد على جاما زائد دي واحد سكوير على اتنين جي زائد زد واحد بتساوي دي اتنين على جاما زائد دي اتنين سكوير على اتنين جي زائد زد اتنين. خلي بالك برنولي ايكويشن محتاجة ذكاء شديد جدا في تطبيقها. هي سهلة، مسائل سهلة، بس الفكرة ان انت لازم تكون تعرف انت بتطبق ازاي. بص كده عد معايا، 1 2 3 4 5 6. يعني انا في عندي 6 مجاهيل لازم تخلي بالك منهم. يعني انا مثلا ايه؟ عندي 5 معطيات علشان اجيب المعطى الخامس، يبقى انا عندي فيه ايه؟ 6 اطراف في المعادله بتاعي، يبقى انا عشان اجيب واحد منهم لازم يكون عندي ايه؟ الخمسه اللي اعوض فيهم. طيب في شويه فرضيات انت بتشتغل بيها في برنولي ايكويشن، وكل مساله بتبقى مختلفه عن المساله الثانيه، فلازم تكون فاهم انت بتعوض ازاي وايه الفرضيات اللي انت هتستخدمها وهتستخدمها صح علشان ما تحلش المساله بطريقه غلط. طيب أول حاجة البي واحد على جاما، أنا عندي النوزل ده مفتوح للضغط الجوي، تمام، ونقطة اتنين عندي مفتوحة للضغط الجوي، يبقى أنا بشتغل إيه؟ جيج بريشر. يبقى أنا المسألة بتاعي ديت الطرف الأول والطرف الثاني نجلكت، تمام، يبقى أنا عندي إيه؟ بحذف الطرفين دولت مع بعض. طيب البي واحد هو مدهالي، يبقى أنا عندي 0 زائد الـ V1 بكام؟ بـ 12 تربيع على 2 في 9.8 زائد الزد 1، أنا ابتديت اعتبرت إن أنا ابتديت من هنا عند نقطة الصفر، يبقى الزد 1 بكام؟ بصفر، بتساوي الـ V2 اللي إحنا قلنا عليها بصفر زائد الـ V2 اللي أنا معرفش قيمتها بكام، تمام، على 2 في 9.8 زائد الزد 2 في الاتجاه، طلعت كده في اتجاه الموجب طلعت بكام؟ وقيمتها هنا بكام؟ ب4.5. يبقى شوف انا عرفت ذكاء شديد جدا وانت فاهم المعادله برنول ايكويشن وفاهم الاسانشن اللي انت بتشتغل عندها. يبقى انا عندي دلوقتي ايه؟ المعادله ديت مجهول المعادله دي مجهول في الطرف ده فقط لا غير. تمام، يبقى انا عندي ال V2 طلعت بكام؟ ب 7.46 متر على الثانية. طيب ومن الـ Continuity Equation
الـ A1 V1 بتساوي الـ A2 V2. طيب الـ A1 مديني الدايمتر، الـ A1 اللي هي باي على 4 D1 اللي هي كانت بكام؟ 2.5 تربيع، باي على 4 دي تربيع، تمام؟ في الـ V1 اللي هو مديها لي بـ 12 بتساوي الـ A2 اللي احنا عايزين نعرف قيمتها في الـ V2 اللي احنا لسه جايبينها دلوقتي اللي هي بكام؟ بسبعة وستة وأربعين. نحل المعادلة ديت هتديني سوري الدي اتنين بتساوي 31.7 سنتي متر. واضح شباب؟ هي الدي واحد بكام يا دكتور؟ باتنين ونص سنتي ولا؟ 2.5 سنتي. اه تمام. ممكن مثال تاني يا دكتور؟ هطلع نفهم اكتر. حاضر، هنحل مع بعض امثله عشان نفهم برنولي ايكويشن كويس قوي. تمام؟ طيب عندي خزان مفتوح للضغط الجوي، تمام؟ وارتفاع الميه فيه اتش، وفي عندي فتحة من تحت، تمام؟ عايز يعرف السرعة عند نقطة 2 بكام؟ ماشي؟ السرعة عند نقطة 2 بكام؟ طيب والديامتر اللي تحت ده بيساوي 5 سنتي، ماشي؟ فاين دي 2 ومديني الدي 2 ب 5 سنتي، تمام؟ والاتش بتساوي 3 متر. طيب وده هنا تانك دي واحد كبيره جدا، تمام؟ هنطبق برنولي ما بين نقطه 1 ونقطه 2، يبقى دي واحد على جاما زائد دي واحد سكوير على 2 جي زائد زد واحد بتساوي دي 2 على جاما زائد دي 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2. طيب بي واحد عبارة عن ايه؟ عن خزان مفتوح للضغط الجوي، خزان مفتوح بي 2، تمام؟ خلينا واحدة واحدة بس. خزان مفتوح للضغط الجوي، يبقى أنا عندي إيه؟ الـ V1 راحت. الـ V1 سكوير على 2 جي، أنا عندي الخزان ده مفتوح مساحة كبيرة جدا، تمام؟ يعني الكروس سكشن أريا بتاعه تو لارج، تمام؟ كبيرة جدا. طيب يبقى أنا عندي المية اللي هتنزل، فإيه اللي هينتج عنها؟ إن من سطح الخزان هينزل لتحت. بس مساحة الخزان كبيرة جدا، الكيو بتساوي الـ A في الـ V، صح؟ طب الـ A كبيرة جدا، يبقى معنى كده إن إيه؟ إن الـ velocity هتكون صغيرة جدا تكاد تكون مهملة، لكن هي لها قيمة بس صغيرة جدا بالنسبة لمساحة المقطع. يبقى أنا في الخزانات الـ V1 بتاعي بتساوي إيه؟ صفر. واضح؟ في الخزانات الـ V1 بتساوي صفر. هيتفضل زد واحد. ماشي، هنكمل بقى. البي 2 على جاما نقطة 2 مفتوحة للضغط الجوي وليس مفتوحة لخط بيرمي في مواسير، يعني لو أنا عندي خط مواسير ومغلق وأنا هاخد عند نقطة 2 هنا، لا البي 2 هيبقى لها قيمة. لكن أنا عندي المثال بتاعي بيقول إيه؟ إن ده خط مفتوح بيرمي فين؟ بيرمي للجو. يبقى أنا عندي البي 2 عندي بكام؟ بالزيرو.
ماشي. طيب ال في 2 سكوير على 2 جي اللي هو عايزها اصلا، في 2 سكوير على 2 جي زائد زد 1. طيب لما اودي زد 1 زد 2 اسف، هنا ديت زد 2 ناقص زد 1 بتساوي ال في 2 سكوير على 2 جي. طيب الزد 1 ناقص الزد 2 اللي هي ايه كانت ايه اصلا؟ اللي هي الاتش، بتساوي في 2 سكوير على 2 جي. لما نضرب ده في ده كده يبقى هنقول ال في 2 بتساوي، ناخد بقى الجذر التربيعي 2 جي اتش، وده قانون واثبات. تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان ال في 2 بتساوي جذر 2 جي اتش. طيب انا عندي الجذر الاثنين، عجله الجاذبيه في الاتش بتاع اللي هنعوض بيها تديني في 2 على طول. طيب هتيجي تقول لي يا دكتور طب اقول لك لو انا عندي الدايمتر بتاعي ده 5 سم 10 سم 20 سم، تمام، هل الدايمتر بيأثر على المعادله ديت؟ في حالتنا ديت الدايمتر لا يؤثر على المعادله اطلاقا. اللي بيأثر على المعادله عندي هو الاتش. واضح يا شباب؟ وده اثبات لقانون اللي هو الفي بتساوي جذر 2 جي اتش في الحاله بتاعتنا دي. طيب نحل نفس المثال ده ارسم لك خزان وهنجيب برضه الفي 2، عايزين نعرف سرعتها قد ايه. بس الخزان ده بقى ايه؟ محكم الغلق من فوق وفيه بريشر مش مفتوح للضغط الجوي، وعندي برضو نفس الارتفاع بتاعي اتش. تمام؟ هنطبق المعادله بنفس الشكل ده كده، بس هنشوف بقى ايه القانون بتاعنا هيبقى عامل ازاي. انا عندي نقطة واحد ونقطة اتنين، بي واحد على جاما زائد بي واحد سكوير على اتنين جي زائد زد واحد تساوي بي اتنين على جاما زائد بي اتنين سكوير على اتنين جي زائد زد اتنين. بي واحد على جاما عند نقطة واحد، هنا بقى مش هتروح لان انا قافل الخزان وحاطط له قيمة، يبقى هيتفضل عندي ايه؟ بي واحد على جاما زائد البي واحد على اتنين جي، خزان مساحة سطحه كبيرة جدا، يبقى في الحالة ديت ايه؟ البلس بتاعي راحت. طيب زائد زد واحد اللي هي موجودة عندي تساوي البي اتنين على جاما اللي هو بترمي للضغط الجوي، يبقى ديت ايه؟ راحت. هيتفضل البي اتنين سكوير على اتنين جي زائد الزد اتنين. طيب البي واحد على جاما زائد الزد واحد ناقص الزد اتنين اللي هي تبقى زائد الايه؟ الاتش، بتساوي ال في 2 سكوير على 2 جي. تمام؟ يبقى انا عندي البلوستي بقى بتاعي بتساوي في 2 جذر 2 جي اتش زائد البي على جاما. يبقى بص كده على القانون ده والقانون ده، هنا كانت 2 جي اتش 2 جي اتش، ضفنا على الاتش اللي هي ايه؟ البي على الجاما اللي هو يعتبر الضغط اللي موجود جوه الخزان. يبقى انا في الحاله ديت الاثبات بتاعي اختلف من هنا اللي زاد عليه الطرف ده اللي هو جوه القوس البي على الجاما، لان انا قفلت الخزان وحطيت بريشر عندي موجود. يبقى انا في لو خزان مفتوح للضغط الجوي الفلوس بتساوي جذر 2 جي اتش، لو خزان مقفول في بريشر محبوس يبقى الفلوسي بتساوي جذر 2 جي اتش زائد البي على جاما. يبقى ديت مسالتين مختلفتين، الفرق ما بينهم ان انا في ضغط موجود جوه الخزان. واضح يا شباب؟ هو ليه يا دكتور البريشر الثاني بزيرو يعني شيلناه خالص والسرعه الاولانيه برضك شيلناها خالص؟ البريشر ان هو في الحاله ديت
ايوه يا دكتور، في الحاله الثانيه ليه البريشر توب اهملته خالص، شلته ما هو البريشر بس 2، سرعه انا نقطه الهبوط؟ يا باشمهندس يا ابني، البريشر 2 في كلتا الحالتين، عند المخرج هنا وعند المخرج هنا احنا شلناه، يعني في المعادله ديت متشال وفي المعادله دي متشال، لانه بيرمي للضغط الجوي. الحاجه الوحيده اللي اختلفت في المعادله ديت ان انا البريشر في الحاله الاولى في الطرف في الاول له قيمه معايا، مش خزان مفتوح للضغط الجوي لكن خزان مقفول. واضح يا شباب؟ طب السرعة الأولى ليه بصفر يا دكتور أهملتها في الحالة دي، الحالة التانية؟ طب ما هو الحالة الأولى والحالة الثانية السرعة هي هيها، مساحة المقطع كبيرة جدا، نفس اللي احنا حكيناها هنا كده بالنسبة للكونتينيوتي ايكويشن، مساحة المقطع بالنسبة للسرعة في الحالة ديت ان انا هيكون عندي السرعة مهملة تكاد تكون